في داليا قلت لكم له هي لما شعرها هتجيب السلاحف على ظهرها. سوبر سلطان جاهز؟ جاهز. يلا بدأت تضرب اهي، طير وانقذها. اطير ازاي؟ طير. مش هعرف اطير يا ابني، ما انت لابس البدله، اي حد بيلبس البدله دي بيطير. بجد؟ ايوه طبعا. طب يلا يلا. بسم الله. ايه في ايه يالا؟ شد عضلي رهيب. فين؟ في عضله الباي باي. باي باي؟ طب استنى. لا لا مش هينفع ده. ايه؟ انزل انقذها انت بسرعه وانا هحصلها. طيب بسرعه هرجع لك يا صاحبي. سيبكوا خالص من اللي قاله دكتور بهجة، انا عايزكوا تطلعوا من البلاعات تدوها علقه موت منتهى العنف، كانكوا بتسلكوا بلاعه في شارع بالكامل عنده انتفاخ. وبالنسبه للكاشات انا هديكوا اكتر من اللي فات. عرفتوا هتعملوا ايه كويس؟ لا. على بركه الله. معلش يا حبيبتي، معلش معلش تغدفوني يا حبيبتي. معلش. بس يا حبيبتي بس هو ده اللي هيدخل وينقذني يا بهجت؟ معلش معلش، ما الراجل جاله شد عضل يعني غصب عنه، الراجل معذور. دافع عنه يا اخويا طبعا، بنشهد العروسه. ايوه انا دافع عنه، ليه ما انا متخرشم زي زيها اهو. منك لله يا بهجت، يا ريتني ما سمعت كلامك وعملت السوبر زفت ده. لا 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 لا، اوعى تشتمي سوبرمان. طبعا انت ما شفتيش دوناتيلو ده؟ هو بيديني بالشوم على دماغي. انا مش فاهم والله، ما فاهم النينجا ايه اللي جرالهم، ما طول عمرهم بيقدموا لنا حاجات جميله للاطفال، ايه لازمته العنف ده؟ دوناتيلو ده طول الخناقه بيحاول يحشر الشومه في ودني.